مساء الخير على مشاهدات السفيره عزيزه، بنرحب بيكم في حلقه جديده في بيتنا وبيتكم بيت السفيره عزيزه، ويوم جديد سعيد يا رب يبقى مليان كله طاقه، وان شاء الله النهارده فقراتنا تعجبكم، والنهارده هنكون معاكم رضوى وانا ومساء الفول يا احلى رودي في مساء الفول يا احلى رودي في الدنيا يا احلى سولي في الدنيا. عامله ايه؟ الحمد لله انت كله تمام؟ تمام الحمد لله. مساء الفل على حضراتكم، ان شاء الله حلقه الويك اند تبقى حلقه مميزه وتتبسطوا فيها النهارده بكل فقراتنا. عندنا ايه بقى؟ النهارده طبعا يا سالي، النهارده 16 اكتوبر وده اليوم العالمي للاغذيه او للغذاء، وده طبعا اليوم اللي اعلنته منظمه الاغذيه والزراعه الفاو، واعلنت اليوم ده سنه 1980، والحقيقه انه الهدف منه هو يعني ان كل المنظمات المعنيه بالتوعيه بمشكله الجوع توجه للاستثمار في الزراعه، ويعني بالتالي احنا كمان ضروري اننا نستفيد من وجود اليوم ده ونعرف معلومات سليمه وصحيحه عن التغذيه وعن الانظمه الغذائيه اللي احنا يمكن كلنا كل يوم فيها بنسمع جديد وبنسمع مفاهيم، حاجات بنبقى فاكرينها صح وبعد كده نلاقيها تتغير، مدارس جديده بتبقى موجوده كل شويه بتطلع تقول لنا على معلومات يمكن بنبقى فاكرينها انها صح وبعد كده يتقال انه لا ممكن تبقى مش صح. فعشان كده احنا النهارده هنصحح معاكم شويه مفاهيم خاطئه عن الاغذيه والغذاء، وهنعرف صحتها من ضيفتنا اللي منورانا النهارده دكتوره مروه الطويل، اخصائي التغذيه العلاجيه والرياضيه. اهلا بيكي يا دكتوره مروه. اهلا بيكو، مبسوطه جدا ان انا معاكم وهنتكلم في موضوع مهم جدا النهارده. اهلا بيكي يا دكتور، انتي منورانا. ميرسي. وعايزه ابتدي معاكي زي ما رضوى كانت بتقول، دلوقتي كل شويه يقول لك مش عارف ايه اخترعه، كيل بقى وميل وشوفان وما شوفانش وده احسن حاجه وده بيخسس ومش عارفه الاساي والحاجات كلها اسامي اصلا عشان ما نعرفهاش، حاجات كتير. وفي الاخر يقول لك على الحاجات المسلم بيها، يعني مثلا مؤخرا بقى يقول لك البيض واللبن في الدايت خطر، مع ان احنا البيض واللبن كان زمان مصدر من مصادر البروتين مهم جدا. طب ودلوقتي قال لك لا ما ينفعش تدخلوه في الدايت، بيعمل انتفاخ، بيثبت الوزن، وده سبب من اسباب ان احنا بنتخن. ايه الحكايه؟ طيب اشرح لنا بقى. هو طبعا كل شويه العلم بتاع التغذيه بيبقى فيه كل شويه متغيرات وابحاث بتتعمل. يعني البيض مثلا جاله فتره كان عليه هجوم كتير ان هو ممكن بيتسبب في كوليسترول عالي، مش كويس اللي عندهم مشاكل في القلب وكده، بس هو الفكره انه الكوليسترول اللي فيه هو كوليسترول نافع. لينا مسموح ان احنا ناكل من بيضه لبيضتين في اليوم. طبعا موضوع ان احنا ما ناكلش الصفار مهم جدا، في اهم عناصر غذائيه موجوده في الصفار. طبعا البياض فيه بروتين، بس مثلا الصفار فيه فيتامين د، في الدهون الصحيه، في فيتامين اي، فيتامين الف، في كولين. الكولين ده مهم جدا للاعصاب وللمخ، فمهم جدا ان احنا نبقى بناكل كل حاجه باعتدال. يعني اي حاجه لو احنا زودنا منها كتير مش كويس، بس ان احنا ما نمنعش حاجه خالص من النظام الغذائي. يعني ناكل كام بيضه في اليوم؟ من واحده لاثنين بالصفار يوميا. يوميا مش مره في الاسبوع زي ما زمان كانوا بيقولوا لنا، هو يعني تشغل بيضتين بس في الاسبوع الحاجات دي. لا عادي ناكل من بيضه لاثنين، من بيضه لاثنين. بس طبعا اهم حاجه ان احنا نبقى بقيه اليوم بتاعنا النظام الغذائي بتاعنا متزن، ما نبقاش ان احنا بنزود في دهون غير صحيه على مدار اليوم وبعدين نرجع نقول لا ما ينفعش ناكل بيض. لا، يبقى اليوم بتاعنا كله نظام غذائي متوازن، فنقدر ندخل من بيضه لبيضتين في اليوم. ليها عمر معين ولا كل الناس زي بعض؟ لا كل الناس زي بعض، يعني في الحته دي كل الناس زي بعض. طبعا الاطفال بيبقى احتياجاتهم اعلى شويه، بس بتقال ان الرياضيين ممكن ياكلوا اكتر في يعني في البيض، وكانوا بيقولوا كبار السن ما ينفعش ياكلوا بيض كتير. لا لا، البيض مهم، بس اهم حاجه ان احنا ما نتخطاش البيضتين في اليوم. يعني ممكن لو احنا قلقانين من مشاكل صحيه يبقى واحده بيضه كامله على بعضها بالصفار بكل حاجه لغايه اثنين. انت قلتي حاجه مهمه برضو احب بقصه ان انا هاكل البياض بس هو ده كده اصح وده صحي اكتر، وان الصفار ده وحش جدا وخلاص لازم نرميه. ايه الموضوع؟ البياض مينلي هو بروتين. اوكي. الصفار هو اللي فيه كل العناصر الغذائيه المهمه، يعني مليان فوسفور، ماجنيزيوم، فيه بوتاسيوم، فيتامين د مهم جدا. ما ينفعش استغنى عن حاجه، يعني ما ينفعش استغنى عنه. لا برضو. بس ناكله طبعا بكميات معقوله،
يعني ما نزودش في اي حاجه، اي حاجه لما بنزود منها بتقلب. يعني لو البيضه كامله هيبقى الموضوع متزن يعني، مش كده؟ ربنا خلقها على بعضها بالظبط، كلها على بعضها بالظبط، ما نرميش حاجه. ايوه صح. وفيها بروتين برضو، فاحنا محتاجين برضو بروتين للسفر. صح. طيب الالبان برضو، كانت سالي لسه بتسال على فكره الالبان، بنسمع انه اللبن بلاش لانه ممكن يبقى بيسبب برضو انتفاخات وتعب للمعده والقولون، فا ايه هو انا معانا يعني انا ضد اللبن عامه. اللبن المشكله ان هو بيبقى فيه كيزين، مادة اسمها كيزين، ده بروتين، وفي لاكتوز. اللاكتوز ده السكر اللي هو بيتخمر في المعده عند ناس كتير، فبيعمل مشاكل في الهضم. طيب ليه ده بيحصل؟ ان احنا بدايه بعد سن سنتين من عمرنا جسمنا ما بيقدرش ان هو يكسر اللاكتوز كويس، فاحنا بنبقى مش محتاجين كميه اللبن دي، غير اللبن اللي هو موجود بيتباع اوفر ذا شيلف يعني في السوبر ماركت او كده، اللي بيبقى جاهز بيبقى مليان انتي بايوتكس، مضادات حيويه. يعني اللبن المعلب احسن من اللبن الفريش؟ لا، الفريش لو احنا هنجيبه من مصدر احنا ضامنينه، نبقى ضامنين ان ما فيش كم المضادات الحيويه والمواد الحافظه المضافه ليه، يبقى تمام. بس يبقى هو ده اللي صح، بس ده صعب طبعا. اوكي. فيفضل ان احنا يعني ناخد زبادي مثلا، الزبادي اللاكتوز اللي فيه اقل، يعني كوبايه اللبن ما ناخدش اللبن في شكله كده كلبن يعني، قصد حضرتك ولا ايه؟ اللبن ناخده شكل جبن او زبادي؟ جبن اللي هي اللاكتوز فيها اقل، دي بتبقى اخف على المعده، زي مثلا لبن الماعز. أو مش كل الناس بتحبها، بس هي بتبقى نسبه اللاكتوز فيها اقل. وحشه قوي. الجبنه القريش. قريش البارميجان. الجبن اللي هي نسبه اللاكتوز فيها اقل دي بتبقى كويسه، يعني اسهل في الهضم. اوكي. على معدتنا نسبه الكيزين. طب لو حد ما عندوش مشكله يعني بيشرب اللبن وما عندوش مشكله في الهضم او كده، عادي ولا؟ هي المشكله ان هو يعني على مدار السنين لو احنا اخذنا منه كتير بيبقى متراكم، بيبقى تراكمي. يعني في بيحصل امراض مناعيه، يعني الناس اللي عندهم مشاكل في الغده او بيجي لهم مثلا مشاكل او امراض مناعيه ليها علاقه بالغده، احنا بنمنع الالبان، ما ينفعش خالص الالبان ومنتجات الالبان. فاحنا يفضل ان احنا ناخد الكالسيوم بتاعنا او المنتجات الالبان في صوره زبادي في الجبن اللي انا قلت عليها، فكده نبقى احنا ضمننا ان احنا خدنا العناصر الغذائيه المطلوبه والكالسيوم بتاعنا. انما الجبن اللطيفه بقى، الرومي والحاجات لا، الرومي دي عيب كارثه. الرومي دي يعني اكتر نوع نبعد عنه يفضل. طيب الخضروات بقى بناكله. كان كنا زمان نسمع برضو ان الخضار ده حاجه مهمه جدا، جرجير، خس، خيار، الكابوتش، انه كل الحاجات دي كانت بالنسبه لنا حاجات خفيفه ولطيفه وتملي بيها معدتك وانت بتعملي دايت. راجو قال لك لا، دي ممكن تتسبب ان هو ما يحصلش، المعده ما بتشتغلش كويس، بتعمل مشاكل كتير، فلا قللوها. ده لو حد عنده اوريدي مشكله في المعده والهضم او مشاكل في القولون، لكن في المطلق لو حد ما عندوش مشاكل طبعا الحاجات دي مهمه جدا ان احنا نبقى بندخلها. بس هي مش الحاجات دي اصلا فيها الياف كتير؟ طبعا هي بتشغل المعده. ما هي هقول لك قصه الالياف بقى. الالياف هي بتنقسم لنوعين. في نوع اللي هو قابل للذوبان ونوع غير قابل للذوبان. النوع الغير قابل للذوبان ده اللي هو بيعالج الامساك والمشاكل دي، الالياف اللي فيها عاليه جدا. زي ايه؟ زي الخس، زي الجرجير، زي البروكلي، الارنبيط، الحاجات دول فيهم الياف كويسه. كل الالياف كويسه، بس دي الالياف اللي هي غير قابله للذوبان، فدي بتقعد في معدتنا فتره اطول، فبتعمل يعني بتتخمر، فده اللي بيسبب الانتفاخ والمشاكل دي كلها. وبيبقى جسمنا مش متعود ان احنا ممكن نكون بندخل كم الالياف دي مره واحده، يعني يفضل ان احنا ناخد بكميات اقل ونقسمها على مدار اليوم. ده احنا بولة السلطه اللي قد كده دي تبقى كلها خالص. بالظبط. ما هو ده اللي بيتعب المعده. فاحنا محتاجين ناخد كميات اقل، يعني الالياف اللي هي قابله للذوبان، زي عندنا مثلا الشوفان، عندنا الفواكه الحمضيه، البرتقال، البرتقال، الجريب فروت، الكيوي، الحاجات دي كلها، بقيه الخضار، عندنا الكوسه مثلا، بسله، الحاجات دي كلها بتبقى اخف في الهضم لان الالياف اللي فيها بتبقى قابله للذوبان. طب انا عندي هقف بس عند الشوفان والبسله، لان الاثنين المفروض ان احنا اتعلمنا ان هم بيتخنوا. ايه برضو؟ ما هم بيتخنوا ولا بيخسسوا؟ ما احنا بصي، هو اي اكل يعني اي اكل صحي
لو زودنا منه بزيادة عن اللي احنا المفروض ناخده في يومنا هنتخن، حتى لو هو أكل صحي. أهم حاجة إن احنا نبقى مظبطين البورشنز بتاعتنا، هناخد قد إيه في اليوم. الشوفان طبعا نسبة النشويات اللي فيه عالية، بس هو مليان طبعا ألياف مهمة جدا، مليان برضو معادن وفيتامينز، فيه برضو حديد مهم جدا، بس ما نكترش منه. ونلجأ لنوع الشوفان اللي هو كامل الحبوب، بلاش الحاجات اللي هي الجاهزة الانستنت اللي بنحطها في الميكرويف وبسرعة بسرعة دي نجيب اللي هي الحبة الكاملة. طب نحطها على زبادي مثلا فنبقى كده خدنا وجبة مناسبة، ولا ده برضو مش صح؟ لا صح، نحطها على زبادي، ممكن نحطها في شوربة خضار، بتديها قوام حلو برضو، بتشبع، بتخلي ان نفضل شبعانين فترة طويلة. طب يا دكتور، في ناس بتقولك برضو حاجة تانية، ربنا لما خلق الحاجات خلق لكل بلد محاصيل زراعية لايقة على صحة الناس اللي عايشين ولايقة على الجو اللي هو موجود فيه. يعني احنا بلد مثلا في الشتاء بيطلع البرتقال، لان الدنيا بتبقى ممكن ناس يجيلها برد كتير، فالبرتقال فيه فيتامين سي فبيعالجنا، والجوافة هتلاقيها فيها فيتامين سي كتير بتطلع في الشتاء. وفي الصيف احنا بنبقى ديهايدريتد وبيجي لنا جفاف شوية، بيبقى فيه جفاف فبيبقى فيه بطيخ، تلاقي كل الفاكهة اللي في الصيف كلها مية. مظبوط. الشوفان مش بتاعنا، يعني احنا بنزرعش شوفان وما بيطلعش عندنا، احنا ناكله ليه؟ ناكله بكميات صغيره، هو مفيد طبعا ان هو بيحسن نسبه الكوليسترول عندنا، بيقلل لو احنا عندنا كوليسترول ضار، بيقلل نسبه الكوليسترول الضار، مليان حديد، مليان منجنيز، مفيش حاجه تانية، وبيشبع بليله. طيب شكرا. يعني في حاجه بتطلع المصري بتاعنا بليله، في حاجه بتطلع في مصر عادي بديلتنا. البليله طبعا ان هي كامله الحبوب، يعني احنا نحاول نلجا على طول للحاجات اللي هي كامله الحبوب، بتخلي نسبه السكر في الدم بتاعنا ثابت، ما يحصلش عندنا ان الانسولين يفضل طالع نازل، ده بنسميه الانسولين سبايكس، ده بيخلي الواحد ان هو كل شويه جعان وعايز ياكل نشويات اكتر. فكل ما بناكل نشويات كاملة الحبوب كل ما نسبة السكر بتاعنا في الدم بتفضل ثابتة، وان احنا ما يجيلناش بقى الكريفنجز وعايزين ناكل، ان احنا طول الوقت عايزين ناكل. طب دي حاجة حلوة جدا. طيب نيجي برضو لمفهوم احنا متلخبطين فيه، وهو العيش البلدي. العيش البلدي شوية يتقال لا لازم ناكل عيش وما ينفعش نمنعه خالص، شوية تاني لا نمنع عيش الردة بتتخن، فالصح فين؟ انا ضد مبدا ان احنا نمنع اي حاجه، احنا جسمنا محتاج كل العناصر الغذائيه بنسب معينه، يعني حسب احنا بنحاول نخس، احنا بنلعب رياضه، ممكن يبقى مثلا حد من كبار السن محتاجين عناصر غذائيه اكتر، اطفال، سيدات حوامل، كل حاجه لازم تتاكل بنسب مظبوطه. العيش مهم جدا، العيش البلدي اللي هو الاسمر قوي اللي هو كامل الحبوب معمول من رده كتير، هو ده الصحي، ده هو العيش البلدي بتاعنا، بس في الابيض وفي اللي هو الاسمر قوي. في الابيض الاسمر قوي هو ده اللي صحي جدا. ناكل منه طبعا مش كتير، هو اوريدي حجمه مش كبير قوي. المشكله اللي فيه ممكن ناخد بالنا منها ان في حاجه اسمها فايتك اسيد، الفايتك اسيد ده بيمنع بيمنع امتصاص الحديد في الجسم. فاللي احنا ممكن نعمله، وبرده الشوفان عايزه اقول نسيت اقول الشوفان فيه برده نسبه فايتك اسيد، فاحنا نكسر الفايتك اسيد ده ازاي؟ ان احنا ممكن ننقع الشوفان بالليل في زبادي او ميه، او ممكن نوع من انواع الالبان النباتيه لو احنا بنفضل، ده بيكسر الفايتك اسيد في الشوفان، في الشوفان في العيش. والعيش بقى، العيش ان احنا ما ناكلش معاه حاجات فيها حديد، يعني ناس كتير بتحب تاكل كبده مشويه في حته رغيف عيش بلدي ومعاها جرجير. لا ما ناكلش بقى ما ناكلش انا بحب الجرجير، هو جرجير هايل مليان اصلا الياف وحديد وكل حاجه. فاحنا نحاول ان احنا نبعد عن الاكل الغني بالحديد، ما نحطوش جوه عيش بلدي. نواظب ان احنا ناخد فيتامين سي كمكمل غذائي، ده بيساعد ان احنا نكسر الفايتك اسيد فجسمنا يبقى بيمتص الحديد احسن. طب انا عندي سؤال برضو، معلش، هو قصه ان احنا كل سنه يطلع حاجه جديده، يعني قال لك مش عارفه ايه نظام الدايت بتاع تشيكان كله بروتين مش عارف فتره ايه وامنع النشويات ايه، وبعدين ارجع كل كله اعشاب بس اقلب ارنب، وبعدين مش عارف هنعمل ايه، هنصدم الجسم هيخس، ده اعظم حاجه وده صحي جدا، ده ما حصلش. ارجع تاني يقول لك لا 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 ده وحش جدا ومش كويس.
احنا نعمل بقى في النظام التاني اللي هو كيتو. كيتو كيتو كارثة. كيتو ده اللي هو بيخرب البيوت، ما فيش دقيق عادي، باكل دقيق لوز واللوز بالشاي الفلاني غير انه مش كويس على احنا مش كويس وهتخرب بيت الناس والحمد لله. بعدين رجع قال لك لا ده بيعمل بقى مش عارف ايه في العضلات وبيبوظ الدنيا خالص. في كانت دايت زمان قوي انا افتكر ان هو مش عارف ايه، تاكلي اول يوم 9 فدان موز، تاني يوم 9 دايت اللي هو الكيميائي ده الكيميائي بقى وده هيحرق ده وانت كده هتخس. ناس بتخس بقى ايه فظيع غصب عني. انا ككائن بشري انا اثق في الكلام ازاي؟ يعني هو انا هحس ان النهارده بيتقال لي حاجه بكره هيتقال لي حاجه ثانيه وانا امشي وعكسها صح. يعني ايه الوضع؟ نعمل ايه؟ بجد. هو الفكره كل شويه بيطلع حاجه بتبقى موضه بنسميها فات دايت. احنا مش المفروض ان احنا نمشي ورا الكلام ده خالص. يعني دراسات كتير اثبتت ان اكتر دايت صحي هو الميديترينيان دايت او الحميه بتاعه البحر المتوسط. اللي هو ايه بقى؟ دي عباره عن ايه؟ ان احنا نبقى بناكل النشويات اللي هي كامله الحبوب زي عندنا مثلا الفريك، الرز البني، العيش البلدي بتاعنا، برغل، العيش الساور دو ده هايل برضو. ده ابتدى يبقى موجود في مصر بس هو طبعا بس عيش الساور دو هو بدقيق ابيض وبعد خمر بدقيق اسمر برضو. التخمير ده بيكسر الجلوتين اللي فيه فبيبقى اخف على المعده في الهضم وسعراته الحراريه اقل. انا قعدت اسال برضو هو ايه عيش الساور دو؟ هو عشان كده بيظبط البكتيريا المفيده في جسمنا عشان هو بيخمر يدويا يعني بياخد وقت بتاخد وقت 15 يوم وحاجات كده. ده من اكتر العيش الصحي جدا حتى لو معمول بدي ابيض ولا لازم دي اسمر؟ يفضل الدي الاسمر كده كده عامه عشان يعني الدم بتاعنا ما يبقاش اسيدك ما يبقاش خنزي. اوكي الميديترينيان دايت او حميه البحر المتوسط بناخد الدهون الصحيه من زيت الزيتون، المكسرات النيه زي اللوز الني، عين الجمل، بذر الكتان، حبوب بذر الكتان، بذور الشيا، افوكادو مثلا، الزيتون، الحاجات اللي موجوده حوالينا عادي يعني ناكل عادي. هيبقى نقلل من اللحوم الحمراء يعني ما نقطعهاش خالص ان فيها فيتامين بي 12 ده مهم جدا. نقلل نخليها مره في الاسبوع وفرنا ويا ريت الافوكادو برضو نشيله لانه غالي. البقوليات مش ناس كتير بتحبه يعني بس هو في حاجات تانية كتير دهون صحيه ممكن ناكلها. عندنا زيت بذر الكتان هايل برضو. عندنا ايه كمان؟ عندنا ممكن نعتمد على الاسماك، نعتمد على البقوليات زي العدس، الحمص، الحاجات دي. طيب حلو الحمد لله طلع في حاجات ناكلها يعني الحمد آخر لله. حاجة زبده وسمنه بلدي ولا زيت نباتي؟ زيت نباتي لا ان ده عالي في الاوميجا 6. الاوميجا 6 لو زودنا منه بيخلي الجسم عرضه للالتهابات. ما عدا زيت الزيتون. زيت الزيتون ده هايل ده مليان اوميجا 3. الزبده والسمنه تبقى من مصدر فلاحي ما يبقاش الحاجات بلدي. المهدرجه البلدي بلدي مش نباتي. لا مش نباتي لا. دي احسن حاجه وكميات برضو بسيطه. دكتور مروه الطويل نورتينا. كانت اخصائيه تغذيه علاجيه ورياضيه بجد نورتنا وافادتنا كتير جدا جدا جدا. هنروح دلوقتي الفاصل الصغير ونرجع نكمل معاكم فقره السفير عزيز. كان في زمان كتاب كسر الدنيا اسمه النساء من المريخ والرجال من الزهرة وكان بيتكلم على ازاي انه احنا كجنسين من كوكبين مختلفين تماما وازاي ان احنا بنقدر ان احنا نعيش في بيت واحد مع الاختلافات دي. كل واحد فينا شايف الحياة بطريقة مختلفة، كل واحد فينا شايف الآخر بطريقة مختلفة واحيانا بنقيس احتياجاتنا واحاسيسنا ومشاعرنا بنفس المقياس وده مش صح خالص. حتى طريقة الزعل، طريقة التعامل مع المشاكل مختلفة تماما. فإحنا كستات دايما لما بنقعد نتكلم مع بعض بنبقى فاهمين بعض جدا فتلاقي قاعدة ستات حلوة كده ومريحانة جدا اللي هو ستات نص المجتمع، دي ست بمية راجل كلام بنقوله لبعض. ولكن مش عارفين الرجالة بقى بتقول علينا ايه، هما شايفيننا ازاي. فالنهارده جايبين اتنين رجاله مش عشان نزنقهم خالص اوعوا تفتكروا كده، بس عشان نفهم منهم فعلا الراجل بيفكر في الست ازاي، بيشوفها ازاي، بيحب ايه ما بيحبش ايه. فمعانا اتنين من ضيوفنا الاعزاء جدا، الفنان كريم السيد كريم عامر العمري كريم اهلا بيك. اهلا بيك. وكمان معانا استاذ زياد السيد بقى العمري زياد السيد وزياد عمري السيد مش موجوده في الاسم. السيد في البيت بيتفرج على السيد في تحيه كبيره للسيد الكبير صاحب وطبعا زياد السيد صاحب شركه توريدات اغذيه. هم اخوات على فكره ولكن ساعات الواحد بيبقى متربي في نفس البيت الا انكم ممكن تبقوا مختلفين.
اتمنى تبقوا مختلفين. يا ترى هتبقوا مختلفين ولا ايه؟ جدا جدا. طب جداً. خلونا نشوف بقى. وانا مبسوطين جدا ان انتم موجودين معانا منورينا. ربنا يخليك. وعايزين نعرف يا ترى انتم بتقولوا ايه علينا كستات؟ فكريم قول لنا كده، خلينا نبدا معاك وقول لنا بقى يا ترى انت شايف الست ازاي، او بتقول ايه لما يعني بتبقى مثلا انت واصحابك كده وقاعدين بتتكلموا، بتشوف الست ازاي؟ طبعا بشكركم في الاول على الاستضافه الجميله دي. احنا بنشكركم ان انتم معانا النهارده. استاذه سالي ورضوى صديقتي، او اخيرا طلعنا مع بعض. اخيرا. الست هي الحياه بالنسبه للراجل، هي النعيم او هي الجحيم، هي الجنه او هي النار، هي الحياه كلها بالنسبه للراجل، هي كل حاجه مفروض. ده كلام عشان المعجبات ولا لا؟ والله لا لا والله كريم. لا والله خالص، والله ده بجد. يعني الست وراء كل رجل عظيم امراه. حد ناجح في شغله هتلاقيه مستريح في بيته، بيته مستقر، مراته في ظهره، تمام. وياما بنقابل نماذج بشوفها من صحابي ومن الناس اللي بيبقى مش مستقر، بيضيع ومستقبله بيضيع وشغله ونفسيته وكل حاجه. طب ما اتجوزتش ليه لغايه دلوقتي؟ شفت النموذج الثاني، فعلشان كده مش عايز. ايوه. ايه بقى النموذج الثاني؟ ايه بقى؟ قال الكلام الحلو في الاول. بالظبط. ما هو النموذج الاخر؟ هو الجواز هو يعني بالذات في الزمن دلوقتي اختلف شويه عن زمان. هو لازم يكون فيه تفاهم جدا، ولازم يكون فيه قبل بقى حب وقبل الكلام ده كله. انا بشوف ان التفاهم وان اشوف حد يكون في ظهري ويقدر يقويني ويقدر يخليني ابقى اخد خطوات لقدام اكتر، ويضيف لي مش يقلل مني. كل المواضيع اللي انا دخلت فيها كانت ما شفتش فيها ده للاسف. يعني شفت فيها ان بيتاخد من طاقتي، بيتاخد من وقتي، بيتاخد، مفيش الدعم الكامل او اللي هو لا انا في ظهرك واعمل اللي انت عايزه. وبرضه هي معذوره لان هي محتاجه اهتمام، محتاجه وقت، محتاجه. ما كنت لسه هقول لك، ليه طول الوقت بنلوم على الست برضه؟ ما ممكن الراجل يبقى في، ما هي فكره ان كل واحد من كوكب، فكل واحد شايف الموضوع بطريقه مختلفه. ازاي بقى نقدر نخلي الاثنين يتعاملوا مع بعض؟ انا كراجل بشوف ان انا طالما قلت لك من الاول ظروفي، فانا كده يعني خليت الكره في ملعبك. انت قابله بالظروف او عاوزاها، لان احنا زي ما احنا عاملين قعده رجاله، في حاجه اسمها كلمه رجاله. انا لما بقول انا ظروفي كذا بعمل كذا، كلامي ما بيتغيرش. الست على النقيض تماما، مفيش حاجه اسمها كلمه ست. يعني حتى والله العظيم كلمة ساعات ومش تحيز. ساعات مش تحيز. عايز اقول لك كلمه الست ساعات بتبقى ب 100 راجل. انت قلتي ساعات، هي معظم الوقت انا مش راضيه اضايقك. انا احتراما لوجودكم معايا، مش هجوما والله. لا، اصل الست خلي بالك من حاجه، يمكن جزء انا هدافع عن الستات. ليه؟ فكره ان انا اضعف، فكره ان انا ممكن يتقال عليا نقص عقل ودين وانا فخوره، يخليني ان انا ما اقدرش اوعد بحاجه انا مش قادره اعملها. انتوا عندكم مشكله تانية، انتوا المجتمع والتقاليد والعادات محملاكوا فوق طاقتكم احيانا، لان في الاخر احنا كلنا بني ادمين. فاحساسك ان انا مش قادر اقول معرفش، مش قادر اقول مش هقدر، انا سهل اقولها. فيوم ما الست بتقول وعد او بتقول كلمه بتبقى بتتعمل. فعشان كده هي بيتقال ان الست، لان هي في الاخر سهل قوي مش عارفه، محدش هيلومها، المجتمع مش هيلومها. لكن الراجل دايما ايه عليه عيب، اللي هو في راجل ما يعرفش، في راجل يعيط، في راجل ضعيف، ما ينفعش يبقى كده. فبالتالي بتشوف نماذج كتير، مش بتكلم طبعا اكيد عليكم، بس بتلاقي نماذج كتير من الرجاله اللي هو طبعا هعملها، طبعا انا في ظهرك يا عيني مش صح قادر. صح صح صح. بس احنا في المجمل بنتكلم، مش بنعمم. بس القاعده بتقول حتى لما حد بيخلف كلامه مع يقول له يا عم هو كلام ستات هنرجع فيه، او كلام عيال. لا لا، ما دي من المفاهيم الخاطئه بقى اللي متاخده عن الستات على فكره. يعني لكن في معظم الاحيان لا، هي الست بيقول لك المجتمع كلمتها مجتمع ذكوري. ايوه مش ذكوري. زياد، انا بشوفها في امي وفي اختي. يعني هي الست ما تقدريش تلزميها بكلمه زي كلمه الراجل. لا، هي الست لن تلتزم بكلمه الا لما تبقى تعملها، لان عندها الاختيار انها تقول ما اقدرش، مش يعني لو مش هتقدر تقول مش هقدر. على فكره ما عمرك ما شفت هي ممكن تبقى شخصيتها بقى. ده طبيعي، ده بالعكس، ده جزء من لطافتها. طب زياد احنا ما سمعناش صوتك خالص. وانت مبسوط طبعا، وانت هربان من ان انت تقول رايك. اهميه الست في حياه الراجل، هي طبعا يعني اهم حاجه في الدنيا. انا قلت مختلفين في الاول. دي حقيقه، اهم حاجه في الدنيا طبعا. و يعني الراجل مهما كان عنده احتياجات وعنده
طلبات وعنده شخصيات اكيد بيقابلها، بس في جزء بيبقى اللي هو جزء الحنيه والدلع والكلام ده ما بيشوفوش طبعا غير من الست. في الاخر يعني مهما كان واحد بيشوف ظروف وبيمر بمواقف، في الاخر هنحتاج في الاخر ان احنا نقعد مع ست برضو نفضفض ونحكي ونحكي هموم ما نقدرش نحكيها للرجاله اصلا في الاخر يعني. فطبعا مهمين جدا في حياتنا وما نقدرش نعيش من غيرهم ده مهما حصل يعني. ده بجد ولا في كلام تاني زي كلام كريم بقى بعد كده؟ لا مفيش حاجه، لا ولكن ولكن هي دي اللي انا مستنياها. لا مفيش ولكن والله. لا طب زياد، اكتر حاجه بتضايقك في الست ايه؟ والله النكد. النكد هو ده موجود عندنا في مصر بطريقه كتير يعني، فدي اكتر حاجه بتضايق. مش في مصر بس يعني، لا بس يعني في مصر الموضوع وراثي بحسه اكتر من اي حاجه ثانيه. بس طبعا انتوا عارفين ان في دراسه طلعت ان الراجل هو النكدي اكتر من الست، ان الرجاله يميلوا للاكتئاب والنكد اكتر من الستات. ده حقيقي بنسبه اكتر بنسبه حوالي 37. بس الراجل ما بيبينش ولا بيشتكي ولا بيروح لدكاتره، فعشان كده مش انا جبت سيره الكتاب في الاول اللي هو الرجال من المريخ والنساء من الزهر. قالك الراجل لما بيكتئب بينغلق على نفسه، ممكن تبقوا قريتوه او سمعتوا، بينغلق على نفسه في الكهف. مش عايز حد يكلمه، في اكتئاب اكتر من كده؟ الست عايز حد يكلمها. سليني يا اخي. من باب ان احنا برضو شايفين ان الراجل ما ينفعش يعيط من وانت صغير، بيتقال لك انت راجل ما ينفعش تعيط، ما ينفعش تتكلم، ما ينفعش تشتكي. و هحلها. بالظبط. لازم انا بحلها. هو احنا دايما بيبقى يعني انتوا لو بتطبطبوا وبتعيطوا وبتفضفضوا احنا بيبقى دايما اكشن. الراجل يتصرف، عندي مشكله احلها. ما احكيهاش غير بعد ما تخلص واحلها. انا كده ما اعرفش احكي المشكله اللي عندي، اشتكي. طب ليه أمدد. على فكره طب ما تحكي وتشاركها عادي جدا. ده بيضايقني اكتر يعني. ليه؟ معرفش. زي ما هي بتبقى اكيد عايزه حد يشاركها، انت كمان لو في مشكله احكي لها يعني، دخلها معاك في الحاجه اللي انت حاسس بيها، احكي لها عليها يعني. هو مش كنوع مش فعلا. ليه معظم الرجاله بتفكر كده؟ مش هحكي المشكله ليه؟ مش هيحكي علشان سر، بس هو انا بحس ان انا هتضايق لما احكي. انا اظن ان هي مشكله ما حلتهاش. المشكله انا مش بس ما حلتهاش، هو بيفكرني بالمشكله اللي عندي اللي انا عليك. ممكن ابقى مش عارف احلها. بالزبط. فبالتالي بيحسسني بالضعف زياده، واحساس الراجل قدام مراته او قدام الست ان هو يحس بالضعف بتضايقه. ما لانه غير يعني ده موجود في العالم كله، ولكن كمان في المجتمع الشرقي بتاعنا. صح. الراجل متربي ان هو انا ما ينفعش ابقى ضعيف. دايما الست تقول لك ايه اللي هو الراجل ضهري. مظبوط. فانا مسنوده على حاجه. صح. فلما يحس انه مش عارف يسند او ان هو بيقول لها انا ضعيف، هو بيتخيل ان هو قدامها نظرتها هتختلف. بالعكس، ما هي ممكن تسنده يا سالي. ما هو ايوه ده بقى القصه، ده الفرق في اللغه. ده انتوا دي وجهه نظركم على فكره. انا بدافع عنكم. بس الفكره انه الستات لما بتحكي لها بالعكس ما بتشوفكش ضعيف يعني. الراجل بالزبط. اللي بيعيط او الراجل اللي بيبقى ضعيف او الراجل اللي هو بيقول انا مش عارف او انا مش قادر، بالعكس هتلاقيها واقفه معاك اكتر، حاسه ان هي ممكن تتنازل عن الحته دي عشان الحته دي تمشي او عشان تقدر تساعدك. كام بتتفرج على كل المسلسلات والافلام وشفناها ممكن في بيوتنا كمان، الست اللي بتقلع ذهبها لما تلاقي جوزها. صح. مع مزنوق. صح. وتروح وتبيع حته الارض اللي. صح. حلتها عشان خاطر. صح. الراجل يبني نفسه. صح. ما هو لانه حكى. بس ده بقى موجود دلوقتي؟ طبعا موجود. لو حست ان هو بيحترمها. لا 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 موجود. بيحترم رايها وبيحترم ادميتها وبيحترم احتياجاتها كانسان. بس لو حسس ان لو حست ان هي شالته في البيت، انا متجوزك عشان انا على كلمتي ما تتناش، واللي هو انت ازاي واقفه لي الند بالند؟ ليه هي درجه تانية؟ ما ممكن نبقى بنتكلم مع صح بعض. لا لا موجود. طب يعني خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا ومناقشتنا بقى حوالين الراجل ازاي بيشوف الست. بنرحب بحضراتكم من جديد ولسه بنكمل كلامنا، والنهارده ضيوفنا الفنان كريم السيد وزياد السيد، بنتكلم معاهم عن ازاي الرجالة بتشوف الستات ويا ترى بيقولوا علينا ايه في حياتهم ولو مع صحابهم وشايفيننا ازاي. طيب عايزين يعني تقولوا لنا كده يا كريم، نبدا معاك. قول لنا بقى انت مع اصحابك عاده بتشوف معظم صحابك شايفين الستات ازاي؟ يعني الصوره الذهنيه زي ما بنقول كده اللي بتيجي لما بتبقوا في قعده صحاب وبتتكلموا.
بيشوفوا الست نكديه زي ما كنتوا بتقولوا لنا كده من شويه ولا؟ انا ما قلتش هو اللي قال زياده. هو ده بس انت شكلك موافق على كلامي. لا لا لا، الست المصريه احسن ست في العالم طبعا، الست العربيه احسن. أيوة ست في العالم. انا عندي جمهور. صح. ايوه انا عندي جمهور وقلقان. لا والله وهنلاقي فين زي الست ده بجد يعني. هنلاقي فين زي الست المصريه؟ خف الدم ما فيش زيها، جدعانه. انا بحب جدا البنات ولاد البلد اللي هنا في مصر. فتكوينتنا كشعب، تكويننا كشعب سواء رجاله او ستات، ما اعتقدش ان هي موجوده في اي شعب تاني ده بجد. احنا اطيب شعب في العالم ده من وجهه نظري. اخف دم. زياده انت اللي قلت عليها نكديه بقى. اتفضل. لا ما فيش حد شايف نكديه غيري. لا لا انا واضح ان الموضوع مشكله فيا انا يعني. بس يعني نكديه ازاي؟ طب اشرح لنا، قول لنا موقف. لا مش موقف، هو الفكره يعني ايه مش موقف؟ يعني هي ايه بتصحى من النوم هي ليه نكديه؟ صاحيه بومه لوحدها يعني اكيد. ايه الموقف اللي ممكن تقول عليه نكديه؟ خلال اليوم الدنيا ما بتمشيش سموزي كده يعني. ازاي بقى؟ لازم حاجه يعني الراجل ممكن يكون بيتعامل بعفويه مثلا في اي حاجه، بس ممكن دماغ الست تاخد الموقف ده في حته ثانيه خالص، تحوله من حاجه عاديه الى موقف نكد ان ممكن نقعد نتخانق عليه. ايه الموقف؟ ما هو برضه لازم عشان نبقى فاهمين الست، ما يمكن الاقي لها مدافعه يعني، ويمكن ابقى معاك. لا مش قصدي، انا قصدي ممكن حتى انا بتكلم في حاجه او بهزر مثلا، ف معنى كلمه تنمرت عليها بطريقه رقيقه مثلا، ممكن ممكن يعني نوع من انواع التنمر. ايوه ممكن قدام مين، او يعني ممكن في وقت لما مثلا بنهزر مع حد قاعد قدامنا اصحابنا مثلا، فبنهزر عادي، ممكن بنتريق على بعض شويه، في وقت ممكن تتقبله، في وقت تاني تبقى مشكله بقى بعد كده يعني. او لو زودتها شويه يعني، او حسب المود ده اللي بتكلم فيه ان هو لا ان هي ممكن تاخد اول جمله، تاني جمله، تالت جمله، لازم تبقى اطراء على طول يعني، لازم بعد يعني بعلمها بقى بينقذ نفسه بقى مع الخبره. ثاني بتقول لك اهو تعمل يعني، هو بقول لك الاسرار يعني، ممكن تهز تتريق اول واحده، تاني واحدة، التالتة على طول دي حبيبتي ما اقدرش اعيش من غيرها. بهزر، لازم اعترف ان انا بهزر. لازم وتدي مميزات تانية، لان لو طولت عن كده هيدي لك البول. أيوة اكيد هيجي النكد. دي حقيقة، بس الحمد لله خبرة بتعلم يعني. طيب كنا بنتكلم على ضعف الست. احيانا بيقول لك ان الراجل بيحس برجولته مع الست، وفي ستات كتير جدا بتنصح بالموضوع ده، تقول لك ايه دايما؟ قولي له ما اعرفش، ما اقدرش، ما افهمش، من ايه كده اللي هو ايه، وهو يحس ان هو نفش كده، اللي هو انا بقدر وانا بعمل لها، فيحس برجولته اكتر ويحس ان هي ايه تحت جناحه. وفي ستات تانية هي خلقت ربنا، انا زي الراجل كده، انا هصلح، انا هروح، انا هقف، انا هتكلم، انا هعمل. اي نوع من الستات بيجذب الراجل اكتر؟ مش هقول لك بيجذب زياد وكريم كريم. لكن عموما اللي انتوا شايفينه حواليك. انا شايف ان دلوقتي الوضع محتاج ان الست تكون طف شويه يعني، ما يبقاش الموضوع ضعف المطلق ده، ما بقاش الحياه دلوقتي مش محتاجه كده، والراجل كمان في حد في نفس الوقت محتاج ان حد يكون سبورتيف معاه ويبقى واقف معاه في مشاكله قبل الوقت الكويس يعني. فانا وجهه نظري ان دلوقتي الست ما تبقاش حنينه بالمطلق يعني، لا في وقت دلوقتي الحياه بقت صعبه، فمحتاجه الناس تكون تبقى قادرة تثبت نفسها وتواجه وتقف وكده علشان تقدر تكمل يعني وتستمر. بس انت مش ضد ان هي برضه تبقى ضعيفة؟ طبعا طبعا خالص خالص. بس دلوقتي محتاج الموقف يعني، بقينا بنشوف يعني الحياة بقت صعبة في مش ظل يعني الحياة والسرعة وكل ده، فده بزبط. مش محتاجها تبقى ضعيفة بشكل مطلق. مش كل الوقت يعني، مش كل الوقت. وانت يا كريم شايف ايه؟ لا انا ما احبش الست الضعيفة خالص. أحب الست القوية، الست الناجحة، الست الواثقة من نفسها، اللي بتعرف تتصرف، لأن أنا كراجل مش محتاج إن أجيب ست ضعيفة علشان أحس برجولتي خالص، الموضوع ملوش أي علاقة بالكلام ده. أنا رجولتي ملهاش علاقة بإن أنا قدامي إنسان ضعيف أو قوي، رجولتي دي حاجة فيا، ثقتي بنفسي، شخصيتي، إحساسي بالإمكانيات بتاعتي، برجولتي، كل دي حاجة ملهاش علاقة إذا كان الإنسان سواء ست أو راجل اللي قدامي ضعيف أو مش ضعيف. طب خليني أجيبها لك بطريقة تانية بموقف يعني، أحب أحكي قصص أنا أوي. دلوقتي وبنشوفها في المسلسلات اللي أنتوا بتعملوها يا أخي. النهاردة الست ساعات بتنزل الشغل والراجل بينزل الشغل، ساعات الست بتنجح أكتر، بتعمل فلوس أكتر، ممكن يبقى لها مراتي مدير عام، فبيبقى لها منصب أكتر، وأحيانا ممكن تبقى الست أذكى، ممكن أحيانا. مظبوط. وتبقى هي شايفه ان هو مثلا انت ليه بتعمل مش عارف، ما هو كان المفروض كده، فهو بيبقى حاسس ان هو انا دي حاجه تسعدني جدا. فعلا جداً. ما تتضايقش واتبسط جدا لو هي كمان بتوجهني او بتصلح لي او رايها صح عني،
واقول لها انا اسف انت الصح وانا الغلط، حتى أنا لو كانت في الشغل عملت فلوس اكتر وصلت لمناصب اعلى. اتمنى بالعكس. انا على فكره الاجابه دي يعني بالنسبه لي هي مفاجاه، لاني ناس كتيره من الرجاله بتشوف انه لا انا مهما كانت انجح مني. لا ومش كلام لا. برامج والله، يعني مش عشان يعني كل اصحابي يعني وكل الحقيقة. الناس اللي حواليا عارفين كده. انا احب حتى لو البني ادمه اللي معايا انا دخلت حياتها احبها تبقى انجح واحبها تبقى انت توصل. تحب شخصيه الست القويه او المستقله شويه، خلينا نقول طبعا. مش الاعتماديه. لا 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 الضعف ده زياد انت رايك مختلف. مش عارف بس حسيتك انا حسيتك اللي هو مش عارف. اه لان انا اعرف واحد قال لمراته قال لها لا انا ما احبكيش تبقي في الشغل واضحه من اول يوم جواز اعلى مني. احبك تنجحي جدا ولكن ابقى انا اللي ممشي البيت، لان هي لو اعلى هتضطر هي اللي هتمشي غصب عنها، هتضطر هي اللي هتبقى ولو بتاخد حاجات اكتر كده. هي شراكه، هي ما فيش مين البص مين الليدر، احنا الاثنين شركه في الحياه. شركه بس في حد بيغير من نجاح التاني. ما احنا بشر، وعاده الست لما بتبقى انجح من الراجل الراجل ممكن يبقى جواه كده في حاجه. وفي ستات ممكن تغير من نجاح جوزها لو هي ست طموحه ومركزه في الشغل وكده. ده حقيقي بنشوف ممكن ده برضو. احنا بشر في الاخر، بنغير بنحقد بنحسد بنتضايق. والله انا يعني الجانب العملي في الحياه يعني ان هي تشتغل دي حاجه كويسه، مش بقيسها ان هي تنافسيه. بس انا برضو شايف ان ما بقاش فيه اللي تقدر دلوقتي تشتغل وتاخد بالها من بيتها، ويعني قليل جدا. ليه يا زياد؟ والله قليل. انا مش بقول ان هي قاعده ثابته، بس هي قليل. هو الراجل هيرتاح اكتر لو الست مشتغله. انا شفت يعني انا بشوف كده ان هياخد منها مجهود كبير جدا في وقت احنا المفروض ناخد بالنا كويس جدا من تربيه اولادنا. الفتره دي الموقف بقى اصعب بكتير، احنا كنا اطفال غلابه، دلوقتي بقى اطفال بقى صعبين جدا. فوجهه نظرك ان انت عايزها تبقى بتركز اكتر مع الولاد. بالظبط، في البيت اكتر والتربيه الاولاد اكتر يعني. طب ممكن تحب ان هي تشتغل من البيت؟ بقى في دلوقتي الاوبشن بتاع ان هو ممكن يشتغلوا شغلانات من البيت. بالعكس ده انا اساعد كمان لو في ايدي ان حاجه اساعد فيها. فانت مش ضد الفكره في المطلق يعني. بالظبط، انت بس عايز الشكل المناسب. بس انا شايف ان هي بتاثر على البيت. وانت تحب ترجع من الشغل تلاقي اكل سخن والبيت ظريف وحد بيقابلك بابتسامه لطيفه. مش هرجع الاقي نفسي لوحدي وهي مركزه في شغلها، الوضع هيبقى صعب جدا في الحاله دي. انا اظن ممكن كمان كريم عشان نوع شغلك، انت اصلا كده كده بتبات بره بالشهور. فمن زي يقولوا اتسلي بقى عشان ايه لا انزلي من على دماغي. بس هو فعلا كريم كده يعني، هو كريم عاوز يبقى معاه حد فعلا دماغه كبيره وعاقل وفاهم الموقف ماشي ازاي، مش حد تعتمد عليه في كل صغيره وكبيره يعني. انا ممكن اكون عكسه في حته. انت تحب تبقى انت اللي محابي يعني وانت اللي في الاخر الراي من عندي يعني. طيب انتوا وانتوا في البيت بقى بما انكم اخوات، شايفين ان من وانتوا صغيرين كان عاده ايه اللي بيتقال لكم؟ يعني ايه اللي بيتقال لكم في الموضوع ده؟ قول لنا يا كريم. الموضوع بتاع الشغل بتاع انه مثلا الولد مش زي البنت، ولا انتوا متربيين في بيت بيقول ان الولد ما يعيطش الولد ما يعيطش؟ لا 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 لا. ولا انا عادي. بابا وماما يعني بابا حد كول جدا وكان مصاحبنا طول عمره، وكان وهو برضو بحكم شغله كان قبطان وبحري وكده، فكان بيسافر على طول، كانت ماما هي اللي معانا على طول. فما كانش عندنا لا حته ولد وبنت وكده لا خالص، بالعكس هي كانت اختنا كارمن هي البنوته الوحيده، فكانت واخده بقى الدلع كله، واحنا اللي بيجوا علينا انا والغلبان. ايوه لان هي غلبانه فعلا، ما تقدرش وما تعرفش، ناقصه عقل ودين، وانا فخوره. مش ناقصه، مين اللي قال الست ناقصه؟ انا مبسوطه جدا. لا ما هو المقصود بناقصه دي يعني احنا قبل كده كتير اتكلمنا في نقطه ناقصه عقل ودين، ان المقصود بيها ايه؟ لا اصل في ناس بتقولها ان هي حاجه وحشه. لا هي مش حاجه وحشه، انا ناقصه خلاص ما حدش يحسبني. هي ناقصه عقل ودين وانا واحده ناقصه عقل ودين، تحسبني ليه؟ لا ناقصه عقل ودين عشان زياده بس مش اكتر، لكن هي تمام على فكره. في ستات حكموا العالم، في ستات حكموا دول، وفي ستات عملوا انجازات بشريه خطيره. ف يعني ما اعرفش. شفتوا وكلمتها ب 100 راجل زي ما قلت لك. لا انا مش الدرجات دي يعني، انا كده متضايق في الحقيقه. الكلمه دي يا كريم. طب احنا كستات لما بنقعد مع بعض ومثلا واحده بتحب جوزها قوي او خطيبها، تقعد تتكلم مع اصحابها البنات واللي هو ومش عارفه عمل لي ايه وبحبه قوي، وتحس كده في قلوب طالعه من عينيها. انتوا كرجاله لما بتقعدوا مع بعض ويبقى في قصه جديده او بتحب مراتك او في يعني في مشاعر لطيفه ما بينك وما بين الشريكه بتاعتك،
بتتكلموا كده مع بعض كاصحاب؟ لا. انا برضه قابلت واحده ظريفه، يبقى كل اللي انت قلتيه ده. اه بس بس كده قابلت حد ظريف كل اللي انت قلتيه ده. ومحدش من صحابك اللي هو ايه طب عامله ازاي لو هنحلها قالوا كده؟ لا مش موضوع، مش الكلام ده. لا غيرنا خالص، هم مختلفين عننا خالص، كل واحد فينا من كوكب. ايوه بالظبط، هو الكتاب صح. نورتونا نورتونا جدا الفنان الجميل. وبعدين كريم والله مشي وساب، انت سبت التصوير وجيت لنا صح؟ اه ورجع تاني ورجع تاني. فشكرا كريم، بنشكرك جدا 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 ان عندك تصوير وسبت شغلك وجيت قاعد معانا بجد. ده انا اتشرفت بيكوا والله. كريم العمري وكمان زياد، انا عارفه ان دي اول مره وانت ما بتحبش قوي الكاميرات دي حقيقة. بس نورتونا حقيقي ونورتونا بوجودكم معانا جدا. شكرا لوجودكم. خلصت حلقتنا نقول باي باي. اه نقول باي باي. باي باي.